تعالوا بقى يا شباب نبدأ بسم الله كده في حل التمارين الموجودة في كتاب ماي فريند. الجزئية دي على السؤال، على جملة السؤال. عايزك تاخد بالك طبعا احنا في أسئلة محلولة كده قدامك، مالكش دعوة بالمحلول، اعتبره مش موجود قدامك وتعالى نبدأ بسم الله مع بعضينا. نغير بس اللون القلم عشان يبقى مختلف عن اللي قدامك، وتعالى بسم الله. أول جملة: I asked not their opinion of my new car was. أنا سألت رأيهم في سيارتي كان. يبقى أنت أكيد هتقول أنا سألت ماذا كان رأيهم، ما أو ماذا اللي هي وات، فناخد وات. هتقول لي يا مستر طب مش انت عارف ان جملة اسك دي جملة سؤال ومع السؤال بنستخدم اف عادي؟ على فكرة ممكن اقولها لك بطريقة تانية، ممكن اقول لك اي اسكد، استخدم القلم اي اسكد يعني انا سألته، اي اسكد يعني انا سألته اف زير اوبينيون اوف ماي كار ووز مثلا بوزيتيف. يعني ايه بقى؟ انا سالت لو رايهم في عربيتي كان راي ايجابي ولا لا. وممكن اقول لك اي اسكد انا سالت وات زير اوبينيون اوف ماي كار ووز واسكت، لاني بقول لك انا سالته ماذا رايهم في سيارتي كان. هتقول لي ليه ووز يا مستر؟ عشان انت قلت لي اسكت والماضي مع الماضي، وبالتالي خدنا هنا وات. طيب اي وونت تو نو، انت عارف ان وونت تو نو ذا اسك بالظبط بمعنى سالته، بس اسك ممكن نجيب بعدها مفعول وممكن ما نجيبش مفعول. عايزك تفهم الكلام ده وما تزهقش من الفيديو. ممكن اقول لك اي اسكد زي الجمله دي مثلا، اي اسكد وات زير اوبينيون اوف ماي كار ووز، وممكن اقول لك اي اسكد زم انا سالتهم، واكتب بقيه الجمله وات زير اوبينيون اوف ماي كار ووز. يبقى لاحظ ان اسكد ممكن ما نجيبش بعدها مفعول، ممكن نجيب بعدها مفعول. لكن وونتد تو نو يا فندم، انت هتقول لي اي وونتد تو نو، انا اردت ان اعرف، ما ينفعش بعدها مفعول. اصلك ما ينفعش تقول انا اردت ان اعرف هم ما رايهم، لا، انت اردت ان تعرف واي مثلا زي كيم ليت مثلا، يعني انا اردت ان اعرف لماذا هم اتوا متاخرين. وبدل wanted to know اقول لك اي اسكد واي زي كيم ليت. يبقى عايزك تفهم بالراحه كده، اسك ممكن بعدها مفعول وممكن ما نجيبش مفعول، ادي واحده من غير مفعول وادي واحده بالمفعول، لكن wanted to know لازم تيجي بدون مفعول. فهنا wanted to know what، انا اردت ان اعرف. بص يا فندم، اول ما تلاقي جمله سؤال فحضرتك اكيد عارف، وبتقول لنفسك وانت قاعد كده بتملي نفسك وبتقول لنفسك الا استفهام اللي هي what، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل المساعد. حلو، طيب تعال نشوف، دي بدا بفعل مساعد، فزي ما انا عامل لك اكس كده غلط، ودي برده غلط عشان هي بادئين الاثنين بفعل مساعد، وهنا برده بدا بفعل مساعد فدي غلط. يبقى الاجابه رقم بي. طب معنى الجمله بقى I want to know what those two boys are doing، انا اريد ان اعرف ماذا يفعل هؤلاء الولدين. الجملة رقم 3 his father asked him، لاحظ ان asked جبنا بعدها مفعول، وعلى فكرة ممكن نحذف المفعول. his father asked him، ابوه سأله نقط، يا ترى هتجيب لي what was؟ لا يا مستر دي غلط. طب ليه يا فندم غلط؟ عشان انت جايب هنا أداة استفهام فعل مساعد، واحنا عايزين أداة استفهام فاعل، أداة استفهام وبعدين الفاعل. طب هنا what is برضو غلط لانك جبت لي أداة استفهام فعل مساعد. طب what his opinion؟ what his opinion؟ طب ما هي دي أداة استفهام فاعل فعل مساعد، ودي أداة استفهام فاعل فعل مساعد. طب ما تستنى كده، انت قلت لي هي اسكد يبقى فعل القول زمنه ماضي، فانا عايز ماضي، فعشان كده وات هيز اوبينيون ووز اللي هي رقم دي. 4 اي ام نوت شور وين، انا مش متاكد وين، اداه استفهام، عايزين بعدها فاعل وبعدين الفعل مساعد. هنا بادئه بويل ما تنفعش، هنا بادئه بدز ما تنفعش. ليه ما تنفعش يا مستر؟ عشان دول بادئين فعل مساعد، احنا عايزين الفعل الاول. ودي بادئه بديد، والله ما تنفع لانها بادئه بفعل مساعد، ما بقاش معاك غير رقم بي، والجمله اصبحت اي ام نوت شور وين ذا جيم ويل ستارت، انا لست متاكدا متى ستبدا اللعبه. رقم 5 شي وونتد تو نو، اراد ان تعرف، في مفعول ينفع بعدها؟ لا ما ينفعش بعد وونتد تو نو مفعول، احفظ الكلام ده. شي وونتد تو نو زي وود بي هافينج بريكفاست اور نوت. بص يا مستر، انت قلت لنا قبل كده في فيديو الشرح ان اور نوت نستخدم بعد معاها ويزر دايما. طيب ركز في دي كويس، عايز اقول لك على ملحوظه هنا كده في موضوع اف نوت او اور نوت سوري مع اف ويزر. بص اي اسكد هيم ويزر هي could help me or not، هي or not فين يا فندم؟ في اخر الجملة. عايزك تركز في الكلام ده وترتبه الترتيب اللي انا هقول لك عليه، وعشان خاطري اوعى تتلخبط. انت هنا في الجملة دي قلت لي ايه؟ I asked him whether، استخدمت مين؟ whether عشان or not. قال لك يفضل استخدام or not مع whether دايما، او نستخدم whether مع or not، بس هنا برضو ينفع نستخدم if. يبقى لو كلمة or not في اخر الجملة ينفع whether وينفع if. طيب افرض يا مستر الاختيارات فيها if whether، اختار whether يا فندم، لان المعنى المنطقي في اللغه العربيه انت بتقول انا سالته اذا ما كان يستطيع ان يساعدنا ام لا. طيب الجمله الثانيه او الفكره الثانيه، ممكن اقول لك اي اسكد هيم نوت
اور نوت وجمله بقى بقيه الجمله هي ما اعرفش ايه كده. لو انت عندك اور نوت بعد النقط مباشره ما ينفعش غير وذر بس، يبقى انت عندك معلومتين على الموضوع ده. لو النقط، لو كلمه اور نوت، اور نوت في اخر الجمله، فممكن اف وممكن وذر ويفضل وذر. طب لو اور نوت بعد النقط ما ينفعش الا وذر. طب نرجع لموضوعنا، في اور نوت فانت عايز مين يا مستر؟ وذر. طب الجمله معناها هي اراد ان تعرف وذر اذا كانوا هم هيتفطروا معانا ولا لا. رقم 6، the inspector asked if a train a later train not get him to work on time. بص يا مستر، انت انا ماشي بمبدا محترم. ايه هو المبدا؟ في هنا ظرف في الجمله؟ لا مفيش ظرف في الجمله، فاروح لفعل القول لقيته ماضي، فما ينفعش افكر في ويل لانها مستقبل متصرف اولاني، ولا ينفع استخدم كان. باقي معايا شد الماضي من شال، وود الماضي من ويل. طب ما تيجي نترجم، المفتش سال اذا كان في قطار اخر would get him سيوصله، سوف يبقى will والماضي منها would يبقى would. I wonder not like to travel by spaceship. بص I wonder انا اتساءل ما شكل السفر بسفينة الفضاء. طيب احنا انت هنا في الجملة لو قلت that it is ما ينفعش نقول I wonder that. I wonder دي لازم بعدها استفهام. I wonder if you can. I wonder what you can do. فطبعا دي ما تنفعش، انت عايز استفهام. ادي واحدة ودي واحدة ودي واحدة. السؤال ده الفكرة بتاعته في الآتي، لو انت عايز تقول وصف شيء معين فبتقول what is it like. حلو، فانت عايز what مع is like دي، فعشان كده نبدأ بالاستفهام وبعدين الفاعل وبعدين الفعل، يبقى what it is like يعني كأنك بتقول انا اسأله ما شكل السفر بسفينة الفضاء. طيب he wanted to know اراد ان يعرف the price of my father's car، هو اراد ان يعرف سعر السيارة، فانا مش محتاج حاجة هنا في النص، يبقى ايه؟ nowhere. طيب الجملة دي ممكن نلعب عليها في الامتحان ونجيبها بشكل تاني، بيقول لك I wanted to know. I wanted to know وبعدين not the price of your car. واسكت هنا كده. يا ترى لحد ما انا سكت هنا كده هيقول يا ترى اف ولا وات ولا نحط كمان وين وير وحاجات كتير بقى كده ملهاش اي ستيل لازمه. المهم الجمله بالوضع اللي قدامك ده، اي وانت تو، اردت ان اعرف ذا برايس اوف يور كار، انا اردت ان اعرف سعر السياره. هنا اخد مين هنا؟ ركز معايا عشان هكتب الجمله دي باكتر من شكل، بس هجيب لك القلم الاسود عشان هو اكتر وضوحا ونصوعا. بص معايا، انت هنا ممكن تقول اي وانت تو نو ذا برايس، مش هنكتب حاجه هنا، نو وورد مش هنكتب حاجه، لانك انت بتقول لي انا اردت ان اعرف ذا برايس يعني سعر اوف يور كار. لكن انا ممكن اعملها بشكل تاني واقول لك اي وانتد تو نو، اي وانتد تو نو، انا اردت ان اعرف نوت ذا price of your car، واجيب في الاخر كلمه was. was دي غيرت الجمله. هنا بقى هتقول I wanted to know what the price. ليه بقى؟ اصلك بتقول لي ماذا، بص بص بص، ماذا كان سعر السياره، فانت هنا هتاخد was. طيب جمله تانية بنفس التركيبه، I wanted to know، اردت ان اعرف نقط the price of your car was high. هنا كده حضرتك في الجمله دي هنكتب، نجيب القلم الاحمر. بص انت قلت لي انا اردت ان اعرف، ركز معايا من الاول، انا اردت ان اعرف سعر السياره، فانا مش محتاج حاجه خالص هنا. اردت ان اعرف ماذا سعر السياره كان، او ماذا كان سعر السياره، فانت عايز كان وماذا يبقى مع بعض. طب الجمله الثالثه، اي وونت تو نو، اردت ان اعرف ذا برايس اوف يور كار ووز هاي، يبقى انت هتقول لي اف. طب معنى الجمله، انا اردت ان اعرف اذا كان سعر السياره عاليا، فانت حضرتك ماشي وفقا لسياق وترجمه، ما تغرقش، مشيت بالبركه والحب، هتغرق في اول محطه ان شاء الله. We not why he hadn't attended the meeting، نحن لماذا لم يحضر الاجتماع. told اخبرنا، ما ينفعش اقول لك اخبرنا لماذا. طيب wonder تساءلنا، stated يعني بينا، او stated يعني اقرينا يعني، advised نصحنا. الطبيعي انك تقول لي we wondered يعني نحن تساءلنا. طيب احنا قلنا يا شباب اي وين وندرد، احنا تساءلنا لماذا هو لم يحضر الاجتماع. طيب دي حته، طب ما ينفعش نقول وي تولد. ممكن نقول وي تولد، اكتب استنى كده اكتب، معلش واستحملني ما تزهقش مني عشان خاطري، ممكن اقول لك وي تولد، انا عايز تبقى طالب نجم ما فيش فكره تعدي منك وما تزهقش. وي تولد هيم، نحن اخبرناه. واي وي، ركز، didn't او hadn't عادي، attend the meeting، خد بالك انت قلت لي هنا told him، نحن اخبرناه لماذا نحن، او ممكن اقول لك we asked him why he، خد بالك انت قلت لي why he didn't attend.
انت قلت لي هنا بالعربي، شوف الترجمه بنت لذينه بتحل المشاكل. نحن سالناه لماذا هو، لكن احنا نحن اخبرناه لماذا نحن. وممكن اقول لك بقى وي وندرد، يعني نحن تسالنا واي هي. ينفع اقول لك نحن تساءلنا لماذا نحن لم نحضر الاجتماع؟ ينفع اقول لك احنا سالنا نفسنا ليه ما حضرناش الاجتماع؟ لا، الطبيعي انك تقول احنا سالناه هو لماذا هو لم يحضر الاجتماع. وبالتالي اجابتنا في السؤال ده كانت خلصانه كده وندر. The tourist wants to know how long. How long ده استفهام، حلو. وبعدين عايزين بعدها فاعل، وبعد الفاعل فعل مساعد. دي بقى فعل مساعد دي وحشه، وفعل فعل مساعد برضو وحشه. It is taking ولا it takes؟ طب انت بالعربي كده بتقول لي السائح اراد ان يعرف كم المده التي ناخذها لكي نصل، المفروض انك بتقول لي how long does it take. خد بالك انت قلت لي how long does it take، فعشان كده قلنا it takes. وهنا برضو في حته عايز اكدها لك، لو انت عايز سؤال تسالني وتقول لي هي المده من هنا للمدرسه او المسافه من هنا للمدرسه قد ايه، هتقول لي how long does it. لو انا عايز اقول لك السعر مثلا cost، او لو انت عايز تسالني عن المسافه هتقول لي take. ركز معلش تاني كده، how long does it take، يعني كم الزمن اللي بتاخذه المسافه. طب عايز اقول لك كم السعر، هقول لك هاو ماتش داز ات الاي الاول بعدين تي كوست. هو ايه اللي انا عايز اقوله لك هنا يا فندم؟ اللي انا عايز اقول لك ان حضرتك بتسال على حقيقه، هو المسافه بين بيتنا وبين المدرسه 100 متر. ينفع واحد يقول لك لا يا عم ده هنخليهم النهارده 110 وبكره نخليهم 105؟ لا، دي حقائق ثوابت. فلما تسالني المسافه بين البيت وبين المدرسه ده حقائق، والحقائق بنستخدم معاها مضارع بسيط، فعشان كده قلنا هاو لونج داز ات تيك. اللي عايز تقوله هي يا مستر عشان تنجزني، اللي عايز اقول لحضرتك يا فندم انك ما ينفعش تقول هاو لونج از ات تيكينج، غلط لو انت عملت كده. طب هاو ماتش داز ات كوست، العربيه دي سعرها 50,000 جنيه، حقيقه وموجودة في العقد بكده. ينفع تقول لي لا العربية ممكن تبقى 50 أو 40 أو 30؟ لا، دي حقائق، والحقائق تبقى مضارع بسيط. وبالتالي احنا هنا في الجملة دي احنا اخترنا مضارع بسيط، ما قلناش is it is taking. The investigator asked، المحقق سأل. The witness، الشاهد. What، أداة استفهام يا مستر، عايزين بعدها فاعل. دي ما تنفعش عشان بدأ بديد، دي بدأ بهاد ما تنفعش. بدأ بهي الاثنين ينفعوا. يا ترى هي هاد سين ولا هي هاز سين؟ هقول لك والله اسكت موجودة قدام حضرتك، يبقى هي هاد سين. طب 12، she asked me when وير، أداة استفهام عايزين فاعل. دي بدأ بفعل مساعد وحشة، دي بدأ بام وحشة برضو. I was staying ولا I stay؟ ما هو انت قدامك stay asked ماضي، يبقى المفروض نقول I was staying. ثانيا انت احترمت الظرف، الظرف زن، اللي كانت ناو مع مضارع مستمر بقت زن مع ماضي مستمر، يبقى I was staying. طب الجملة رقم 13، The interviewer asked the professor، المحاور سأل الأستاذ الجامعي. He had worked at a foreign university، المحاور سأل الأستاذ الجامعي إذا اشتغل قبل كده في جامعة، إذا أو لو يبقى وزر. طيب can you kindly tell me where، هل يمكنك أن تخبرني من فضلك؟ وأنا عايزك تعرف دي وتأكدها عشان دي مهمة جدا جدا، وأنا عايز أعمل لك عليها فوكس. اللي هي إيه يا فندم؟ لما تبدأ الجملة بكلمة can أو could، can you tell me، بنجيب بعدها جملة خبرية تبدأ بأداة استفهام، ولكن اخرها علامه استفهام. ركز على التركيبه الغريبه دي كده، بعد كان يو تيل مي او كود تيل مي، الحاجات الاثنين دول بنجيب بعدهم جمله خبريه تبدا بالات استفهام بس اخرها علامه تبدا بالات استفهام بس اخرها علامه استفهام. زي مين بقى؟ بص على الجمله اللي احنا بنحل فيها دلوقتي كده، بقول لك ايه، اي كان يو تيل، كان يو كايندلي تيل مي، ادي سؤال اهو. وبعدين احنا محتاجين ان اداء جمله خبريه تبدا باداه استفهام، جمله خبريه يعني اداه استفهام اهي، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل المساعد. يعني انت هتقول لي وير ذا مانجر از، طب هتسالني تقول لي ازاي جمله خبريه؟ ما هو عشان تبقى سؤال المفروض كنت قلت لي وير از ذا مانجر، لكن انت قلت لي وير ذا مانجر از، وفي الاخر جبت لي علامه استفهام. وانتبه عشان ممكن يديك اربع جمل واقول لك مين اللي فيهم صح، ويكون جايبها من غير علامه استفهام مره، او مره يكون فيها مثلا وير از ذا مانجر. كل ده غلط، الصح انك تفهم ان كان يو كايندلي تيل مي او كان يو تيل مي، كان يو تيل مي، وبعدين اداه استفهام وفاعل وفعل مساعد، والاخر علامه استفهام. طب اي وونت تو نو، انا اريد ان اعرف، دي جملة خبرية وبعدها جملة خبرية وفي الآخر نقطة، أدي النقطة موجودة أهي. I want to know، أنا أريد أن أعرف، how، كيف، الاستفهام، عايزين بعدها فاعل. ده ما ينفعش لأنها بدأ بفعل مساعد، وده بدأ بفعل مساعد، بدأ بفعل مساعد هتروح أنت جايب مخدتك ونايم جنب دي وتقول دي الإجابة. She wondered when، تساءلت متى، أداة استفهام، عايزين بعدها فاعل يا مستر. لا دي ما تنفعش، ودي ما تنفعش، ودي ما تنفعش يا مستر، يبقى إحنا مخدتنا ونركن هنا. طب معنى الجملة she wondered when، هي تساءلت متى، I had begun singing، متى بدأت الغناء في هذه الفرقة الموسيقية.
she wondered if، تساءلت لو. يا مستر انت قلت لي قبل كده مره ان if زي اداه الاستفهام، فبنجيب بعدها الفاعل وبعد الفاعل الفعل المساعد، حلو. فانا عايز بعد if هنا فاعل، دي بادئه بهاد ما تنفعش، ودي بادئه بويل ما تنفعش. تفكيري كله في he will boss ولا he had bossed. طب ما تيجي نتساءل نشوف الجمله. انت هنا قلت لي he she wondered، يبقى فعل القول زمن وماضي، فناخد مين؟ he had bossed the exam. مستر انا ملاحظ حاجه، انت بتنقي بكيفك ليه يا عم؟ انت مره تقول لي فعل مساعد، احنا مره تقول لي احنا خدنا دي ماضي عشان الفعل القول ماضي، ومره ما تبصش على فعل القول خالص. هقول لك اجابه السؤال ده باختصار، لو انت معاك في الجمله ظرف فانت بتاخد وفقا للظرف. طب الجمله اللي قدامي دي ما فيهاش ظرف، فتروح انت تتسايس على فعل القول وتقول له انت زمنك ايه يا سيدي؟ ده ماضي، فتاخد ماضي. طيب بعد كده رقم 18، the manager wondered، المدير تساءل when not working as a secretary. والله بص يا مستر ما فيش هنا ظرف، حلو، فهروح لفعل القول اساله انت زمنك ايه؟ ماضي. انا عملت حسابي كده ان انا هختار ماضي. بعد اداه استفهام عايزين بعدها فاعل، دي بادئه بديت وحشه ودي بادئه بهاد برضو وحشه، انا هختار يا ترى اي بيجن ولا اي هاد بيجن؟ انت قلت لي ان فعل القول ماضي فانا محتاج ماضي في اي هاد بيجن، والسلام عليكم. خد مخدتك وانزل عشان السؤال اللي بعده. I asked her if، يا مستر مكان اداه الاستفهام، فانا عايز بعدها فاعل وبعد الفاعل هنجيب فعل مساعد مع بعضنا كده، حلو. انت عايز فاعل، دي بادئه بديد ما تنفعش، دي بادئه بدز ما تنفعش. يا ترى هنقول شي لايكس ولا شي لايكد؟ في ظرف يا مستر؟ لما فيش ظرف يبقى نرجع لفعل القول ماضي، فحضرتك عايز ماضي، يبقى شي لايكد ذا كاندي، والجمله اصبح معناها هي انا سالتها اذا احبت الحلوى اللي انا جبتها لها ولا لا. طب 20، سامي اسكد ها سامي اسكد هالا شي واز دوينج اني ثينج ذا نيكست داي. استنى يا مستر، انت قلت لي قبل كده ان كلمه نيكست، ان كلمه نيكست يا مستر دي معناها ان هستخدم فعل الجمله يكون مش متحول، لكن لو انت قلت لي ذا نيكست يبقى انا كده هاخد فعل متحول. انت قدامك ذا نيكست، حلو، في ظرف متحول يا مستر. طب ذا نيكست دي بتعبر عن ايه؟ عن المستقبل، تمام. يعني المفروض ان انت تختار حاجه من الاثنين، لو ان المفروض الجمله يكون في حاجه من الاثنين، وود والمصدر عشان ان هي كانت ويل، او نستخدم ماضي مستمر يعني ووز وير والفعل مضاف له اي ان جي. فعلا يا مستر تخيل طلع الكلام ده صح، ووز دوينج مظبوطه قدامي، يبقى انت كده برنس. نرجع بقى للسؤال، ساميه اسكت هاله، ساميه سالت هاله هي كانت بتعمل اي حاجه؟ اذا كانت بتعمل اي حاجه امبارح او اذا كانت هتعمل حاجه بكره يبقى وزر اللي هي دي. اوعى تتلخبط، اوعى تتلخبط وانت بتختار، عشان في وزر w h e t h e r وفي وزر اللي هي الطقس اللي هي كده، دي حضرتك اللي فيها 2 h w h e t h e r فيها 2 h، دي اللي معناها لو، تمام. لكن وزر اللي فيها h واحده دي معناها الطقس، ملهاش دعوه بالحوار ده اطلاقا. نرجع بعد كده نكمل رقم 21، احمد اسكت مي وير، أداة استفهام يا مستر، عايز بعدها فاعل يا عم المستر، وبعد الفاعل عايزين فعل مساعد، دي بادئه بمين؟ اشيل الوحشين، دي وحشه ودي وحشه، ليه وحشين؟ عشان بادئين بفعل مساعد. يا ترى اي ونت ولا اي هاد جن؟ والله هبص على الجمله الاول، في ظرف ذا داي بيفور، ذا داي بيفور دي كانت يستر دي مع ماضي بسيط، حولناها يبقى نحول ماضي بسيط لماضي تام، فحضرتك هتاخد اي هاد جن. طب افرض هنا يستر دي كنا هناخد اي ونت. محمود بروميسد هي وود نوت تيل اني ون وات سيد، محمود اوعدني ان هو سوف لا يخبر اي شخص بما انا اللي هو الفاعل وبعدين قلته اللي فعل. فانت عايز بعد وات عايز فاعل، دي بادئه بفعل مساعد وحشه ودي بادئه بفعل مساعد وحشه، هناخد هاد ولا هاف؟ لا هناخد هاد. يا مستر ليش معنى؟ ما عشان انت قلت لي بروميس فعل القول الماضي، بقى اصحى. طب هي اسكت مي وذر تو كايرو تاور بي فور. استنى يا مستر، انت عارف ان الجمله دي فيها بادئه بوذر او اف، يعني كانك بتقول لي انها بادئه بادئه استفهام او وذر واف عايز بعدهم فاعل، فانا بقى ما دي بدا بفعل مساعد ودي بدا بفعل مساعد، الاثنين وحشين، تمام. طيب انت قدامك بقى كلمه اي هاف بين ولا اي هاد بين؟ بيفور دي ظرف، كان ايه الاول؟ كان الاول كان اجو، اكتب لك دي. انت عارف ان كلمه اجو بنحولها ل ايرليير او بنحولها لكلمه بيفور، تمام. اذا الجمله هنا حضرتك هتستخدم حاجه متحوله في اي هاد بين اللي هي رقم سي. طب رقم 24، The teacher asked أحمد، المدرس سأل أحمد all the way on foot. طيب في ظرف؟ لا مفيش ظرف، خلاص يا مستر أنت عايز كده استفهام فاعل فعل مساعد. if did، لا دي if وبعدها فعل مساعد، دي باظت. why هي هفكر فيها، how would برضو مش هفكر فيها لأنك هنا جبت لها استفهام فعل مساعد، أنا عايز أداة استفهام فاعل. if فعل مساعد يبقى أنت تفكيرك كله في رقم A وفي رقم D. طب ما تيجي نشوف فعل القول زمنه إيه يا مستر؟ asked زمنه ماضي، فحضرتك عايز ماضي، فهتقول why he came. طب ليه ما ناخدش if؟ عشان اف جايب بعدها فعل مساعد اللي هو داز، سوري دي باظت، احنا المفروض ما كناش فكرنا فاهم الاول، لانه جايب اف وفعل مساعد فكده كده بايظه. رقم 25،
I asked my son where not the day before. The day before دي بتيجي مع المية التام على طول، كلامها خلصان، فعشان كده هناخد he had been. بس أنا مش عايزك تاخد بالكيلو، أنا عايز تمشي بالترتيب. let's فاهم؟ فاعل، فعل مساعد. طب ليه ما ناخدش دي؟ عشان فعل مساعد في الأول. طب دي فعل مساعد في الأول. طب ما هي دي بادئة بالفاعل، ماشي، بس day before ماضي حضرتك، وهو جايب لك هنا has. صح معايا؟ الله يبارك لك. 26. She asked her uncle how long. let's فاهم يا مستر؟ أنت عايز إيه يعني؟ عايز فاعل، وبعد الفاعل فعل مساعد يا مستر، ماشي. دي وحشة عشان بدأ فعل مساعد، ودي وحشة بدأ فعل مساعد. يا ترى هنقول هي هاد ستيد ولا هي هاز ستيد؟ في ظرف يا عم الحاج؟ لأ، خلاص روح لفعل القول، زمن وماضي عشان اسكت ماضي، يبقى انت هتاخد ماضي، يبقى هي هاد ستيد. بالمناسبة الجملة دي المفروض كانت تبقى ان ذا سودان، السودان لازم يجي قبلها ذا. اي وندر اف، طبعا خطأ بشري عادي جدا كلنا بنغلط. اي وندر اف نوت ات هوم ناو. استنى يا مستر كده، ما تستعجلش على نفسك، انا قدامي الظرف ناو متحول. لا ما تحولش. ليه يعني؟ هو لما يتحول هيبقى ايه؟ هيبقى زن. هو كلمة ناو دي بزمانها ايه؟ مضارع. طب ما تيجي نشوف كده. I wonder if، if عايزة بعدها فاعل الاول، دي بدأ فعل مساعد يبقى وحشة، فعل مساعد يبقى وحشة، دي بدأ بالفاعل ودي بدأ بالفاعل. انت قلت لي ناو مضارع، طب ما هي از مضارع وهاز مضارع يا مستر، يا ذكائك. ما هو انت هتترجم، انت بتقول انا اتساءل لو هو يكون، يبقى if he is، عشان انت عارف ان الفيرب تو بي بيجي بعد ing او اسم او ظرف او صفة، وانت قدامك at home ظرف، ظرف مكان يعني. هي اسكد مي، سالني اي هاد ريتن ماي ريبورت اور نوت. لاحظ انت خد بالك من اور نوت، الجمله دي اللي بحكي فيها بقى يا فندم. الجمله دي كانت في امتحان السودان 2013. مستر هو انا اختار مين هنا؟ بص يا فندم، قسما بالله اف وذر الاثنين صح، بس حضرتك تختار وذر لانك قلت لي قبل كده لما يكون في اخر الجمله اور نوت ينفع اف وينفع وذر، لكن يفضل وذر. طيب افرض ما فيش هنا وذر، كنا خدنا اف واحنا ساكتين عادي وفرحانين ومبسوطين وعملنا فرح. ذا تيتشر اسكس هير وير نوت بين. بص بقى يا سيدي، انت قدامك هنا مفيش ظرف، حلو، فاحترامك لتقديرك والقبعه ترفع لاسكس فعل القول المضارع. بعد وير عايزين فاعل، حلو، دي ما تنفعش عشان فعل مساعد، دي بادئه بفاعل بس هاد ماضي ما تنفعش، دي بادئه بفاعل وهاف، ودي بادئه بفاعل وهاف، زي الفل. وهاز، طب ما هو الاثنين دول مضارع يا مستر، وانت قلت لي فعل القول المضارع وانا عايز مضارع. هقول لك اصبر يا عم، اتك على الصبر. المدرس سالها هي اين انت كنت ولا اين هي كانت؟ اكيد سالها اين هي كانت، يبقى احنا خدنا شي هاز. He asked me if I knew that not. استنى يا مستر، مفيش ظرف، تمام، بس asked فعل القول الماضي، حلو قوي. طيب if I knew that، انا اذا كنت انا اعرف ان، تعالى بقى had ينفع بعد ذات نجيب فعل يا مستر؟ لا، ده ذات عايزه بعدها اسم على طول او فاعل، فانا قدام الشي دي بتنفع ودي شي تنفع ودي شي تنفع، بس asked ماضي، فحضرتك عايز ماضي، وعشان كده هتقول she had been ill اللي هي رقم C. طيب رقم 31. He not her how she had spent the holiday. هو ايه؟ كيف هي قضت الاجازة؟ اكيد هو سألها، يبقى he asked her. لاحظ ان هو سألها هي، يعني في مفعول اللي هو كلمة her. طيب رقم 32. I asked Mr. Khaled how many pounds. انا سألت المستر خالد كم عدد الجنيهات التي هو كذا. انت عارف ان how many pounds دي على بعضها كده اداة استفهام، عايز بعدها الفاعل حضرتك، وبعد الفاعل محتاج فعل مساعد. دي بدأ بهاز ما تنفعش، دي بدأ بهاد ما تنفعش، انت عايز هي او هي، بس انت خد بالك قلت لي اي اسكد، يبقى انت عايز ماضي اللي هي اي هاد ارند. 33. كان يو تيل مي. استنى، انت قلت لي على دي ملحوظتين، اتنين تلات ملحوظات، اللي هما ان احنا نبدأ الجملة بكان يو تيل مي، وبعدين نجيب بعدها جملة خبرية بدأ بأداة استفهام، يعني أداة استفهام، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل مساعد، واخر الجملة يكون في أداة استفهام. تمام، انت قلت لي كده لواحده موجوده والتانية موجوده اللي هي علامه استفهام، فانت محتاج هنا فاعل. دي بادئه بديد وحشه، وبادئه بدو وحشه وزباله. باقي معاك هيز كوليجز ثينك ولا هيز كوليجز ار سوت. انت بتقول لي هل يمكنك ان تخبرني ماذا اعتقد اصدقائك في التجربه؟ يبقى اعتقد معلوم، يبقى ناخد دي، لكن دي يعتقد مجهول. My friend phoned me to know which university I. صديقي اتصل بي عشان يعرف اي جامعه انا. ايه ترى؟ the following year. ها خد بالك، the following year يعني مستقبل. طيب ومتحول، يبقى انت ما ينفعش تفكر في مضارع تام ولا ماضي تام ولا تستخدم joint، التفكير كله في would join. يبقى الجمله اصبحت صديقي اتصل بي لكي يعرف اي جامعه انا سالتحق السنه المقبله. طيب بعد كده 35. حمزه asked why not late for the meeting. حمزه سال لماذا، انت قدامك اداه استفهام، فانت عايز بعدها فاعل، وبعد الفاعل عايز فعل مساعد. دي بادئه بالفاعل حلوه، ودي بادئه بالفاعل حلوه وجميله، دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. خد بالك انا قلت لك دي حلوه ودي حلوه، يعني انا بسيب الاجابات اللي انا شاكك فيها انها تنفع، بس هرجع اسال نفسي هو اسكت زمانها ماضي، فحضرتك هتحتاج ماضي ومخدتك تركنها هنا وتنزل.
بليز ليت مي نو وير، لو سمحت دعني اعرف اين. والله ورد اداه استفهام عايز بعدها فاعل يا مستر، وده فعل مساعد، ده برضو مستر فعل مساعد. يا ترى هنقول ليت مي وير وي ار جوينج تو ميت ولا وي وود ميت؟ استنى يا فندم، هو ليت مي دعني اعرف اين سوف نتقابل، يبقى وي ار جوينج تو ميت عشان ده مستقبل ما تحولش. طيب رقم 37، سمير نوت مي واي اي هاد تشوزن ذات تيشيرت. اكيد سمير سالني لماذا انا اخترت هذا التيشيرت، فاخترنا هنا مين؟ سالني اللي هي اسكد. طب انا عايز استخدم وونتد تو نو، هقول لك يا فندم انكوايرد بتساوي وونتد تو نو، الاثنين دول ما ينفعش بعدهم مفعول. طب انا طلبت معايا استخدم في 37 يا مستر انكوايرد وونتد تو نو، ممكن؟ ممكن اي حاجه تطلبها مني من عينيا الاثنين. تعال نجرب مع بعض، هتبقى سمير inquired why I had it chosen أو سمير wanted to know why I had it chosen، وممكن كنا قلنا سمير asked why I had it chosen. وأكد لك اللي أنا بعمله ده هو إن كلمة asked ينفع بعدها مفعول وممكن نجيبها من غير مفعول عادي، لكن inquire wanted to know ما ينفعش بعدها مفعول إطلاقا. وركز في الكلام ده كويس واسمعه تاني، رجع الفيديو واسمعها لو أنت مركزتش فيها عشان دي مهمة. 38 my father asked، استنى كده لمحت الاقواس يا خلبوص، يبقى الجمله دي مباشر، يبقى انا عايز اداه استفهام فعل مساعد فاعل. دي وحشه، شوف سبحان الله من رقم 1 لرقم 37 واحنا الجمله اللي بتبدا بالفعل المساعد بنقول عليها وحشه، لكن احنا هنا اللي بادئه بالفعل هي اللي وحشه، ودي وحشه وده بادئه بالفعل برضو وحشه، يبقى ناخد دي. طب ركز، لما يكون الكلام مباشر جوه الاقواس هكتبها لك، معلش استحملني ثانيه واحده ومش هطول، خوفي كله ان الفيديو يكون طويل عليكم يا جماعه وانتوا تملوا، فاكتبوا لي كده في الكومنتس انتوا يعني الموضوع كده حلو ولا اسرع شويه. المهم ان انا لو جوه الاقواس فانا اجيب اداه استفهام يا شباب، اداه استفهام وبعدين الفعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل، ده لو كان الكلام جوه الاقواس، يعني معنى كده ان الكلام ده مباشر. طب لو الكلام غير مباشر حضرتك، فانت بتجيب اداه استفهام وبعدين الفاعل الاول وبعدين الفعل مساعد. طيب نرجع بقى يا باشا للجمله بتاعتنا، could you tell me، استنى انت قلت لي على could you tell me و can you tell me، انا محتاج ثلاث حاجات، محتاج can you tell me او could you tell me وبعدين جمله خبريه بادئه باداه استفهام وفي الاخر نعمل علامه الاستفهام. طيب هنا why عايزين بعدها فاعل، دي وحشه، واللي بادئه بفعل مساعد كمان دي وحشه. يا ترى هنقول you went ولا you had gone؟ طب ما تيجي نشوف، to the hospital yesterday، الظرف ما تحولش فحضرتك ما تحولش. طب مستر الراجل ده رخم وقال لك the day before، لو قال لك the day before حضرتك كنت هتختار you had gone. طب مستر الراجل بيقول لي هنا last week كنا خدنا went، طب لو قال لي the last week كنا خدنا you had gone. طب رامي wondered when the general manager to attend the next conference، المؤتمر الجاي، الجاي مقبل مستقبل، بس wondered ماضي فما ينفعش will ولا ينفع هاز لان ده ماضي، ولا ينفع باقي معاك ويز ترافلنج ولا وباقي معاك ويز ترافل. انت المفروض الطبيعي ان الترتيبات بناخد معاها مضارع مستمر، حلو، والترتيبات معاها از واي ان جي، طب لو ما نحولها تبقى ووز واي ان جي، فانت هنا حضرتك هتشك في ويز ترافل ووز ترافلنج. الاجابه الصح هنا ووز ترافلنج. طب معنى الجمله، رامي تساءل متى المدير العام سوف يسافر لكي يحضروا الاجتماع المقبل، خد بالك وندرد ماضي، حلو حلو. طيب بعد كده في سؤال انت ممكن بتساله نفسك دلوقتي، طب ما هي ودي مستقبل يا مستر، اقول لك دي ترتيبات والترتيبات مضارع مستمر، يعني معنى كده ان لو ما كانش جاب لك ووز ترافلنج كنت خدت ود، اه ينفع طبعا، بس وجود ووز ترافلنج هي اللي تتاخد. علي wanted to know، علي كان عايز يعرف I was ready for the interview or not يا حبيبي، يبقى انت عايز اف وذر. خد بالك دي اكتر اكبر دليل على الجملة بتاعت 2013 الازهر اللي احنا حليناها فوق، اللي هو كان جايب or not في اخر الجملة، الاختيارات فيها اف وذر، تمام. طيب انت لما يكون في or not في اخر الجملة ومعاك الاختيارات فيها اف وذر خد وذر، طيب مفيش اف مفيش وذر خد اف. My friend inquired not or not، لحظة بقى كده معلش، لو or not بعد النقط على طول ما ينفعش ابدا الا وذر، ركز الله يبارك لك، or not في اخر الجملة ينفع اف وينفع وذر، ولو الاثنين موجودين ناخد وذر ونسيب اف عشانها كده وحشة. طب كلمة or not في اخر الجملة ومفيش معايا وذر خد اف وهي جميلة، طب ال or not بعد النقط مباشرة ما ينفعش غير وذر. طيب بعد كده 43، My father asked me، بابا يسألني what اداة استفهام اي وبعدين عايزين فعل مساعد بقى، ما هو الفعل موجود. طيب دي وات اي نوت ات ذا ات ذا مومنت هي ارايفد، عندما هو وصل، واسكد ماضي، يعني الجمله كلها ماضي، يبقى انت هتقول لي ووز دوينج. طب معنى الجمله، بابا سالني ماذا كنت افعله عندما وصل. عادل ووندرز وين اي نوت باك هوم از هي نيدز
my help urgently. لاحظ ان الجملة كلها needs مضارع و asks و wonders مضارع، فحضرتك محتاج مضارع اكيد يعني. يبقى انت تقول العادل wonders when I will be back، سأعود. الجملة كلها مضارع يا عم الحاج. طب ما ينفعش ناخد I am being، ما هي مضارع، ما حضرتك I am being عايزة بعدها past participle وإلا بلاش. back دي يعني عائدا، صفة أصلا. we asked our teacher if our exam papers ايه، أنا سألت، إحنا سألنا مدرسنا لو ورق الامتحان صحيح. asked ماضي، فحضرتك عايز ماضي، طبعا دي مضارع وطبعا دي مضارع. يا ترى هاد تشيكد يعني فحص ولا هاد بي تشيكد فحص؟ احنا سالنا مدرس اذا كان ورق الواجب فحص، مجهول، فتاخد رقم سي. 46 شي اسكد مي اف اي نوت ماي لوست موبايل، هي سالتني لو انا وجدت هاتفي المفقود. استنى يا مستر، انا عايز بعد اف فاعل وبعد الفاعل عايزين فعل مساعد. حلو، اسكد ماضي، ما ينفعش هاف ولا ينفع ويل. تفكيرك في was finding و had found. انت قلت لي وجدت وجد ماضي في had found، طب مش ليه was finding؟ اصل معناها هل كنت تجد. طيب my father asked me، بابا سأل، my father asked why not that loud noise، بابا سأل لماذا انا كنت عامل. لاحظ كده ان asked فعل القول زمن ماضي، هنا عايزين بس فهم فاعل، دي ما تنفعش عشان بدأ فعل مساعد، ودي ما تنفعش. هنا ويل وهنا ماضي، ده مستقبل وده ماضي، وانت قلت لي اسكت عايزه ماضي، فتفضل تاخد ماضي وتنزل. ماي فريند اسكت مي وذر، وذر يعني اذا كان. ريدي فور ذا سكول تريب، وذر او اف او الات استفهام عايزين بعدهم فاعل، دي بادئه بوير وحشه، ودي بادئه بار وحشه. وي وير ولا وي وير بينج؟ استنى يا مستر، انت قلت لي ان انت عايز بقى الات استفهام فاعل اللي هو وي وبعدين فعل مساعد اهو، بس كلمة ready صفة، وانت قلت لي لما نستخدم verb to be و being لازم بعدها past participle، فمسحنا دي برجلينا مش بايدينا، ونختار we were. I asked the tourist، انا سألت السائح he comes from، انا سألت السائح من اين يأتي، اين اللي هي where. طب افرض الجملة مكتوبة قدامك I asked the tourist not he comes from London، London، كنت انت هتقول لي I ask the tourist if، ليه؟ انا سألت السائح لو هو جاي من لندن ولا لأ. The tourist not me he hoped to come to Cairo again، السائح اخبرني، يبقى told me. طب مش ينفع اسكد؟ ينفع اقول لك السائح سألني هو يتمنى ان يأتي؟ بالله عليك ينفع؟ she said she not ill all the previous night، the previous night دي بشبه عليها ان هي كانت last night وحولناها، وايام last night كانت ماضي بسيط، فلما نحولها نطلع سلمة فتبقى ماضي تام، فحضرتك محتاج had been الماضي التام. طيب رقم 52، the manager wanted to know if I courses in computer in computing before، المدير سألني او اراد ان يعرف لو انا اخذت ماضي، دي مضارع ما تنفعش، ودي مضارع ما تنفعش. would do ولا had done؟ انت بتقول المدير سالني اذا انا اخذته ولا سوف اخذ، لا اخذته، لانه قال لك انا قبل ذلك، اخذته قبل ذلك. هي سيد تو مي، هو قال لي ذات ماي سيستر هاز بين ال. لاحظ يا معلم ان في هنا اقواس، اوعى يخدعك، انت مشغول من ساعتها قاعد تفهم فعل عمال تتلخبط، فركز هنا. انت قدامك هنا ده كلام مباشر، يبقى انت عايز جمله مباشر. حلو، طيب فهو قال لي دو يو نو، هل تعرفه ذات ماي سيستر هاز بين ال، هل تعرف ان اختي كانت مريضه؟ طب ما دي نلعب انا وانت لعبه ونحولها، هتبقى هي اسكد مي اف اي نيو ذات هيز سيستر هاد بين ال. طب بعد كده اي اسكد هيم هي كود تيل مي اباوت هيز كارير، انا سالته اذا كان يمكن ان يخبرني، اذا او لو يعني اف. طب ما هي وزر اهي، لا وزر للطقس، الف سلام عليك للطقس، ركز، وزر اللي احنا عايزينها فيها 2 اتش، خد بالك دي اتش واحد. اي اسكد هيم ات ووز ترو ذات هي هاد بين students of Oxford أو at Oxford University، أنا سألته it was true، إذا كان صحيح يعني، أنت قلت من نفسك على فكرة وأنت بتترجم من غير ما تاخد بالك، إذا أنت قلت أنا سألته إذا كان صحيح إن هو ساعد طلاب جامعة أوكسفورد، إذا أو لو يبقى وزر اللي هي فيها 2 H sorry. طب 56، my friend صديقي asked me سألني if a pencil، سألني if عايزة بعدها فاعل وبعد الفاعل فعل مساعد، دي ما تنفعش عشان بدأ فعل مساعد، ودي ما تنفعش بدأ فعل مساعد. I had ولا I have في ظرف لما فيش ظرف، اسأل فعل القول انت زمنك مين يا عم الحاج، ماضي، فانا عايز ماضي يبقى I had. طب هو لو كان هنا I was يا مستر ماضي هي كنا خدناها، والله ما كنا رحنا ناحيتها، لانك بتقول انا صديقي سألني اذا انا كنت امتلك، مش كنت يعني، انت قلت لي I was a pen يعني لو انا كنت قلم، ينفع؟ She asked me if not abroad، سألتني if عايزة بعدها فاعل، دي تنفع عشان بدأ فاعل، دي will لأ، دي تنفع ودي would لأ، بس أسكت ماضي فأنا عايز ماضي يبقى I would study. طب 58،
she asked him where انا استفهام عايزه بعدها فاعل دي وحشه ودي وحشه دي بادئه بالفاعل وده بادئه بالفاعل asked ماضي وذا فولوينج ويك ظرف متحول فكده كده هناخد هي وود جو she asked me where انا استفهام عايزين بعدها فاعل دي بادئه بفعل مساعد ودي بادئه بفعل مساعد فانا عايز اللي بادئه بالفعل اللي بادئه بالفعل asked ماضي يبقى انا I had eaten يا جماعه القاعده دي الطف ما يكون واظرف ما يكون لو انت فاهم لو انت مش فاهم يخرب بيت كده تبقى عامل زي الغرقان في كوبايه الميه تخيل بقى شعور غبي هي asked me if بعد اف يا مستر عايزين فاعل طيب دي ما تنفعش عشان ابدا فعل مساعد وده بدا فعل مساعد يا ترى اي نو مضارع ولا اي نيو ماضي طب ما تسال نفسك ذات ذس هيز سيستر هاد بين ال والله اسكت فعل القول ماضي فانا هختار الماضي يا عم خلاص دي جمله اللي احنا حاولناها مع بعض على فكره ذا تيتشر انكوايرد وذر وذر عايزه بعدها فاعل دي وحشه ودي وحشه باقي معايا وي هاد فاوند وي هاف فاوند ذا هوم ورك ايزي اور ديفيكولت مفيش هنا ظرف فانكوايرد زمانها ماضي وسيادتك عايز ماضي فناخد وي هاد فاوند جمل كده اخر لطافه واخر لذاذه عم منير اسكت برينج ا بويم هوم افتر ذا ليسن اسكت فعل القول ماضي فحضرتك عايز اف وبعدها فاعل وبعدين ماضي تمام طيب شال هي اف ايه شال هي اف دي غريبه قوي التركيبه دي ملهاش معنى اف هي شال ولا شود هي اف ايه حاجه اسمها شود هي اف الراجل ده بدا يلخبط المهم انت حضرتك بقى قدامك حاجه من اتنين اف هي شود ولا اف هي شال هقول لك حاجه واحده هو في ظرف لا ما فيش ظرف طب اسكت زمانها ماضي فانت عايز الماضي من شال اللي هي شود خلاص يبقى رقم ايه امير وندرد وات نوت ستادينج ان انجلش ات ذات مومنت ركز يا صديقي لو انت قلت لي ات ذا مومنت ده ظرف مش متحول تحويله يبقى ات ذات مومنت ركز في الحاجات دي الله يبارك لك لو ات ذا مومنت يبقى انت عايز مضارع مستمر طب لو ات ذات مومنت يبقى انت عايز ووز وير مع الماضي طب انت قلت لي هنا ات ذات مومنت يبقى انا عايز ماضي مستمر يعني ووز وير واي ان جي فاللي بدا بفعل مساعد دي مش معانا واللي بدأ بفعل مساعد دي مش معانا دي مضارع وانا عايز ماضي فرقم سي السلام عليكم وننزل على بعدها 64 could you tell me how مستر انت حفظتني وقرفتني وانا عرفت منك انت قلت لي could you tell me دي عايزين معها ثلاث حاجات ادي اول واحده could you tell me وبعدين جمله خبريه بادئه باداه بكلمه استفهام يعني how long دي رقم 2 وبعدين عايزين علامه استفهام دي رقم 3 دي موجوده متحققه ودي متحققه انت بس هتقول لي how long وبعدين هتجيب لي بعدها فاعل وبعدين فعل مساعد وتسيب الجمله وتنزل جري دي بادئه بفعل مساعد يبقى وحشه وده فعل مساعد يبقى وحشه طيب وبعدين هات دي من غير فاعل تبقى وحشه يبقى يو هاف هات اللي هي رقم اي كود تيل مي هاو لونج هاف هاو لونج يو هاف هاد ا كمبيوتر هتقول لي سؤال يا مستر مش المفروض تبقى ماضي هقول لك انا معاك بس فين الجمله اللي بادئه بيو وهاد مفيش خلاص يبقى دي الاجابه طيب رقم 65 he wanted to know اراد ان يعرفوا they did good jobs اراد ان يعرفوا ماذا ادوا وظائف جيده ولا من هم ادوا وظائف جيده ولا اذا ادوا اكيد اذا هو اراد ان يعرفوا اذا هم عملوا حاجه حلوه ولا لا طيب على فكره كان ممكن اقول لك he wanted to know about their good jobs أراد أن يعرفوا عن وظائفهم أو he wanted to know what their good jobs were ماذا وظائفهم الجيدة كانت لك ركز أن ممكن نلعب في جملة دي أكتر من مرة My father asked me where بابا سألني أين the night before بابا سألني أين عايز بعدها أنا الفاعل وبعدين الفعل المساعد وبعدين كده طيب فانت هنا بقى طبعا دي وحشه بدأ فعل مساعد ودي بدأ فعل مساعد يا ترى اي ووز ولا اي هاد بين والله قال لك ذا نايت بيفور يبقى ده ظرف متحول فانت عايز ماضي متحول يبقى اي هاد بين هي wanted to know if I had finished the course yet هي said هي asked وبعدين انت قدامك اقواس يا ابن الذين الراجل ده اجبرك انك تفكر وتركز في التحويل بنفسك وتعرف تحول طب ما تيجي نعملها wanted to know دي هنخليها said او asked if هنحط مكانها الاقواس موجوده الاي اللي هي طبعا الفاعل يو طبعا هنا كلهم فيهم يو وبعدين الفعل المساعد هنا هاد فينيشد ماضي تام يبقى هي كانت الاول مضارع تام يبقى انت عايز هاف يو فينيشد يبقى فين هاف يو فينيشد اللي هي رقم بي طب مستر ليه ما ناخدش ار يو فينيشنج وخلاص ما هو لو هي ار يو فينيشنج هتبقى الجمله بره وير فينيشنج ولو هي دو كانت تبقى فينيشد ولو هي ديد كانت تبقى فينيشد وهاد فينيشد بس احنا ما خدناش ديت عشان كلمه ديت كلمه داله على زمن مضارع تام فحضرتك عايز مضارع تام هي اسكد مي وات نوت لاست نايت هو سالني وات ديد يو دو
او وات وير يو دوينج، واحده من الاثنين دول والاثنين صح. بس انت لما كملت اي هاد بين دوينج يعني ده مستمر، ده معناها ان اللي كان جوه الاقواس مستمر، يبقى وات وير يو دوينج. ركز يا صديقي، لو هو كان في الجمله هنا قال لك وات اي هاد دون، كنت انت قلت له ديد يو دو. طب وات اي هاد بين دوينج يبقى مستمر، فانت عايز مستمر، يبقى هي اسكد مي وات وير يو دوينج. مستر اصحى، مش انت المفروض تجيب آلية استفهام فاعل فعل مساعد؟ هقول لك اصحى انت يا صديقي، ده كلام مباشر، فانت عايز آلية استفهام فعل مساعد فاعل. رقم 69، I asked Andy where the poet up. انا سألت اندي اين الشاعر ترعرع. بص بص بص، تعال ندخل الاقواس عشان الجملة دي فيها لخبطة. انت قدامك هنا جرو ماضي تنفع، وهذا جرون مضارع ما تنفعش، هذا جرون ماضي تنفع، وجروز مضارع ما تنفعش. طب ما انا كده يا مستر ممكن اخد ايه واخد رقم سي، اخد مين فيهم؟ هروح انا قايل لك تعالى انا وانت نروح مستخبيين جوه الاقواس ونشوف الاقواس كانت فين بالظبط. الطبيعي ان السؤال كان وير ديد ذا بويت جرو اب، يعني اين ترعرع الشاعر، اين نما الشاعر، يعني معنى كده الجمله كانت ماضي بسيط. فلما نحولها بقى هنحولها لماضي تام، وبناء عليه سيادتك هتاخد لي هنا ماضي تام اللي هي هي اللي هي هي هاد جرون رقم سي. طيب عارف زيها بالظبط 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 الجمله زي دي كده. لما اسال واحد اقول له وير وير يو بورن، دي لما نطلع بره بيها هتبقى هاد بين بورن. طب ليه؟ لان الجمله الاصليه كان ماضي بسيط فبنحولها ماضي تام. طيب بعد كده سيادتك رقم 70، I asked what not as ambassador to the United States. انا سالته ماذا، اداه استفهام عايز بعدها فاعل، فنشيل الوحشين اللي هي بدأ بفعل مساعد، وده بدأ بفعل مساعد، هي داز ولا هي هاد دن؟ اسكت قدام عينك ماضي فانت عايز ماضي. طب اللي بعدها 71، هنجز شويه عشان الفيديو طول معلش غصب عني. I asked Andy if he talk about spring rise writing. والله اسكت فعل القول زمنه ماضي، وادي اف وادي الفاعل، فانا عايز بعدها فعل مساعد يكون ماضي زي دي، ولا ومي لا باقي معاك كود الماضي الوحيده ودي ما تنفعش. اي اسكت اندي واي ذا امباشادور ريتن بويمز. اسكت فعل القول زمنه ماضي فانا عايز ماضي فناخد هاد. طب ليه مش ووز يا مستر؟ هقول لك انا سالت اندي لماذا السفير كتب مش كتب. هي اسكت مي هاو اولد سبرينج رايس نوت وين هي وينت. يبقى انت عايز هنا اسكت فعل القول زمن ماضي والجمله كلها ماضي، وسبرينج رايس اسم مفرد، يبقى انت عايز ووز. هي اسكت مي وير نوت ات ذات مومنت. ات ذات مومنت دي ماضيه فاندم مستمر، يبقى انت هتقول ووز دوينج، يبقى اي ووز دوينج اللي او اي ووز ليفنج اللي رقم سي رقم دي. طب ليه مش دي؟ عشان انت عايز بقى آلية استفهام عايز بعدها فاعل. اصحى معايا 75، هي اسكت مي ويتش سبجكتس ذا فولوينج يير. استنى يا مستر، ذا فولوينج يير يعني السنه الجايه، فده مستقبل حلو، فلو في ماضي تم هستبعده. ثانيا ده ظرف متحول ولا مش متحول؟ لا متحول، فما ينفعش ناخد مضارع ولا ينفع ناخد مضارع مستمر. اي ووز ستادينج ولا ووز اي ستادينج؟ انت قلت لي ويتش سبجكتس اداه استفهام، وبعدين الفاعل والفعل مساعد، يبقى اي ووز ستادينج. ماي فريند اسكد مي اف، صديقي سالني اف عايزه بعدها فاعل، وبعد الفاعل فعل مساعد. صح صح معايا الله يبارك لك. دي بدأ بفعل مساعد يبقى وحشه، بدأ بفعل مساعد يبقى وحشه برضو. يا ترى اي هاد ولا اي ووز؟ يا دي النيله، ما هما الاثنين ماضي. هقول لك لا مش نيله ولا حاجه، الله يبارك لك اهدى على نفسك. اي ووز يعني انا كنت، اي هاد اي هاد دي يا اما ان احنا نجيب بعدها باست بارتيسيبل، يا اما نجيب بعدها اسم ويبقى معناها انا امتلكته. انا قدامي ويل اورجنايزد يعني منظم صفه، يبقى اي ووز. والجمله معناها صديقي سالني اذا كنت انا اذا كنت منظما. 77 اخر حاجه في الصفحه اهو، شي اسكد مي واي نوت ذا جوب. استفهام عايز بعدها فاعل، تبقى دي وحشه وتبقى دي وحشه. يا ترى هو سالني فعل القول زمنه ماضي فانا عايز ماضي فاقول اي وونتد. 78 اي اسكت علي اداه استفهام عايز بعدها فاعل، يبقى دي مش ينفعش عشان فعل مساعد ودي فعل مساعد ما تنفعش. يا اما هي ديد يا اما هي هاد دن. طب ذا دي بيفور يا مستر كانت ظرف بيدل على الماضي وهو متحول، فاحنا نحول الماضي لماضي تام، يبقى هي هاد دن. اي اسكت هيم هي اوفن روت بويمز. اي اسكت فعل القول زمنه ماضي طبعا فانت عشان كده عايز ماضي، فخلك اداك هنا ماضي. بس مش ده موضوعنا، انا سالته هو كتب قصائدا، يبقى اذا كان هو كتب قصائد يبقى وزر اللي هي فيها 2 اتش او هتاخد دي عشان دي الطقس. هي اسكد مي وي شود جو ناو. خد بالك ناو عشان كده خدنا شود يجب يعني مضارع. المهم هو سالني نحن نذهب الان، يبقى هو سالني اذا كان المفروض نمشي دلوقتي يبقى وزر. وعلى فكره كان ممكن اقول لك هنا وير. هي اسكد مي وير وي شود جو، هو سالني اين يمكن ان نذهب الان. هي وونتد تو نو وات نوت اوف هيز ايدياز، هو اراد ان يعرفه ماذا، اداه استفهام عايز بعدها فاعل، دي وحشه
ودي وحشه زي صوت ولا زي هاف صوت. والله وانتد فعل القول ماضي لكن دي مضارع تام فاحنا هنختار زي صوت. 82 راني اسكت خلود وات نوت ذا ايفنينج بيفور. ذا ايفنينج بيفور يبقى ده عايزه ماضي تام من غير ما تفكر، يبقى شي هاد دان. شي هاد دان اللي رقم دي. طيب هاني اسكت فادي وزر عايزه بعدها فاعل، يبقى انت كده دي وحشه ودي وحشه. يا ترى هنقول هي كود ولا هي كان؟ يا ابن الناس بقول لك اسكت وبقول لك ذا نيكست داي، يعني الظرف متحول فناخد هي كود. طيب ليلى وندرت اف نوت جو تو ذا بارك. ليلى وندرت اف عايزه بعدها فاعل، ما ينفعش شال ولا ينفع شد، يا ترى وي شال ولا وي شد؟ والله وندرد ماضي فناخد وي شد. على فكره شد تنفع مضارع وماضي لكن لما يخيب يعني زي مثلا مي يا اولاد ومايت، الاثنين دول بستخدمهم في المضارع عادي جدا وفي الماضي عادي جدا، بس لو الجمله ماضي وجابلهم لك في اختيارات الاثنين افهم ان هو عايز مايت، راجل طيب وادوها اللي عايزه. عماد وانتد تو نو وير عايزه بعدها فاعل، كلهم بادئين بالفاعل، لا دي بادئه بويل وحشه ودي بادئه بود وحشه برضو. انا عايز هشام في الاول، ويل ولا ود؟ هقول لك انا وانتد ماضي يبقى انت عايز هشام ود. الجمله رقم 86 والاخيره في هذا الصراع الدامي الذي ارجو ان تكونوا استفدتوا منه. امير وندرد اف ريد وان اوف ذا بويمز. عايز اف عايز بعدها فاعل صح، دي وحشه وطبعا دي برضو وحشه، بس انت قلت لي وندرد ماضي فانت هتقول كود. سلام عليكم الموضوع خلص يا جدعان، اللي بيحل هو فاهم هيرتاح. اتمنى ان انا اكون حليت 86 جمله دون من غير ما اكون ارتكبت اخطاء. ما تتكسفش انك تكتب لي يا مستر الجمله رقم 25 انت حليتها كذا، انا شايفها بيه، هقول لك هي صح ولا غلط وهفصلها لك، لان زي ما انت شايف كده انا بحل وانا مستعجل جدا جدا جدا، بس برضو مش عايز اعدي ملحوظه او معلومه، فلو في خطا انا ارتكبته فانا بني ادم عادي جدا جدا، اكتب لي وانا هقول لك انت صح ولا غلط. اتمنى انك ما تعديش فيديو غير لما تسمعه، احنا عملنا انجاز عظيم في المحتوى الخاص الشهرين اللي اشتغلناهم دول، اوعى يضيعوا منك اوعى تركن. احنا خلصنا تقريبا اكتر من ثلثين القواعد اللي في اللغه الانجليزيه عموما مش اللي في منهجك. اتمنى ان ربنا ينفعكم بالعلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.